لو عندك مشكلة ان كف ايدك مثلا بقى اغمق من الشمس من بقية ايديكي، عايزة تجددي كده خلايا بشرتك كلها يعني الجسم مش الوش النهاردة خالص، هتلاقي الحل في الفيديو ده وتعالي ركزي معايا فيه. اكتر حل لتجديد خلايا البشرة هو الحمام المغربي، وانا عملت لكم فيديو قبل كده عن فكرة التبريمة المغربي وازاي نعملها خطوة خطوة من العطار. تخيلوا بقى ان التبريمة المغربي دي طلعت خطوة بسيطة من الحمام المغربي اللي اي عروسة بقى لازم تعمله علشان تجدد خلايا بشرتها، وكمان اي بنت لازم تعمله تقريبا مره في الشهر، ولو مكسله قوي يبقى في اخر الصيف وفي اخر الشتاء. زي مثلا الصابون المغربي، التبريمه المغربي، الاثنين دول بخلطهم على بعض بميه دافيه، هوريكم ازاي دلوقتي، واسيبهم يخمروا كده مثلا 10 دقائق قبل ما ادخل اخد الشاور بتاعي. كمان في نفس الوقت بحضر طبق تاني عباره عن ان انا بحط من الطمي المغربي برده مع ميه دافيه واسيبه يخمر لمده 10 دقائق وبدخل اخد الشاور بتاعي. تعالوا اوريكم بعملهم ازاي. الليفه المغربي اللي كتير قوي بنلاقيها ناقصه بنقعد ندور عليها. بصوا التبريمة المغربي دي بتبقى عبارة عن مجموعة حاجات من العطار، هما بيبعتوها لك جاهزة على طول. هتاخدي منها عشان دي معلقة صغيرة يبقى 4 معالق، لو معلقة كبيرة يبقى 2 كبار. وبعدين ناخد من الصابون المغربي كمان 2 كبار او 4 معالق صغيرين. هنحط بقى المية الدافية علشان اقدر اخلي الخليط متجانس واسيبه بقى يخمر لمدة 10 دقايق بعد ما بقلبه كويس جدا، علشان لما اخد الشاور بتاعي الاقيه جاهز على الاستخدام. بكده خلاص يكون الخليط اتعمل، بسيبه بس يخمر لمدة 10 دقايق. المية الدافية هتذوب الصابون تماما والتبريمة اوريدي دابت على طول خلاص. وبعد شوية بقى على ما بحضر الطمي المغربي كمان هاجي بعد كده نبدأ نستخدم الخطوات بالترتيب وهقول لكم ازاي. الطبق التاني هو الطمي المغربي، زي ما انتم شايفين بيبقى حتت كده بحط منها يعني شوية وهدوبها في مية دافية. وبرضو هسيبها تخمر شوية وابدا استخدم بقى بالترتيب اللي هقوله لكم حالا. الخطوات بقى ان انا بستخدم بعد ما حضرت البولتين وسبتهم يخمروا 10 دقايق باخد شاور ميه دافيه عشان افتح المسام بتاعتي، وبعدين ابدا استخدم من الخليط الاول وادهن على جسمي كله، واجيب بقى اللوفه المغربي واروح عامله فرك على جسمي كله لحد ما اخلص، هيكون خلاص الوقت مناسب قوي ان انا اشطفه. واجي بقى استخدم البوله الثانيه برده هتكون بقت متخمره شويه واستخدم منها على بشرتي. طبعا انا خلاص شطفت الاولانيه، وبعد كده بروح شطفها على طول من غير ما استخدم اللوفه المغربي تاني. تالت خطوه بقى ودي سهله جدا، وهي حاجه اسمها النيله المغربي، هي اوريدي جاهزه على الاستخدام. دي بيكون لونها ازرق شويه وغامق، بحطها برده على بشرتي يعني مفيش 3 دقايق، واروح شطفها كويس قوي بالميه الدافيه. وبكده انا خلصت الحمام المغربي. ولو شاطرين بقى قوي بكون محضره خلطه تانية في نفس اليوم ده، ان انا بعد الشاور بستخدمها على منطقه تحت الابط او الاندر ارم، هي زيت جوز الهند، وعلى فكره على كف ايدي كمان ممكن اعمل كده، بس يعني اكون بالراحه جدا في الفرق سواء باللوفه المغربي في الحمام المغربي او في الخلطه دي عشان ما هريش يعني برده في جلدي. والخلطه دي ميزتها بقى انها بتقلل التعرق وبتزود التفتيح في منطقه تحت الابط، والسكر البني اللي فيها ده فيتامين اي، وطبعا زيت جوز الهند احنا عارفين قد ايه هو مرطب وبيفتح منطقه تحت الابط، وكمان لو عملناها على كف ايدنا هتكون حلوه قوي. دي بقى ممكن استخدمها سريعا كده وانا في نهايه الشاور بتاعي الدافي الحلو قوي ده اللي عمال يجدد في الخلايا، واكون جايبه زيت جوز الهند من اي مكان متاكده انه مصدر طبيعي. انا هنا جايباه من نماء، وعايزه اقول لكم انه ان شاء الله كده على بعض هيكون مفعول مكثف باذن الله. بس المهم ان انا وانا بستخدم السكر البني الفرق يكون ضعيف شويه، وكمان حتى وانا بستخدم اللوفه المغربي اكون رقيقه في الفرق علشان ما اهريش الجلد اللي بيتجدد معايا مع استخدام الحمام المغربي او السكراب اللي معمول او المقشر الطبيعي يعني اللي معمول من زيت جوز الهند والسكر البني. واخيرا بقى خلصتي الشاور بتاعك، خدي بقى في اخر دقيقه كده ميه ساقعه علشان تقفلي المسام زي ما فتحتيها وتلاقي بشرتك جاهزه بقى للترطيب. هتطلعي من الشاور هتبقي عايزه ترطبي بشرتك كده وتحطي لها كريم لذيذ كده ومرطب ريحته حلوه تفضل معاكي، علشان كمان
الزيوت والحمام المغربي والحاجات دي ممكن تكون ريحتها نفاذة شوية، فعايزين بقى ريحة حلوة كده، فراولة ليمون حاجة من الحاجات دي. فلقيت عند شيف شاون برضو زبدة الفراولة وزبدة الليمون. طبعا ممكن نستخدم اي كريم واي لوشن موجود عندنا، بس ننقيه ريحته حلوة كده علشان نرطب وندي ريحة حلوة تقعد معانا. هنا زبدة الفراولة زي ما انتم شايفين كده طبيعية وجميلة جدا، وريحتها فراولة ولذيذة وبتثبت معايا، وبالمناسبة برضو بتساعد على تفتيح البشرة. ونفس الكلام على زبدة الليمون. نختار بقى الريحة اللي احنا بنحبها ونستخدمها وندهنها على جسمنا كله عشان نبقى ادينا ريحة حلوة كده بعد تجديد الخلايا. واخر خطوة بقى هي البادي سبلاش، هرش طبعا على جسمي كله. البادي سبلاش ده من باديليشس، انا بحبه قوي لانه روايحه حلوة وطبيعية ومتنوعة، ونقدر نجيب اللي احنا عايزينه منه، وكمان بيعمل احجام كتير زي ده مثلا حجم صغير انا بحطه على طول في شنطتي وكده، ببقى عطرت نفسي بطريقة حلوة جدا وخفيفة في نفس الوقت، مش اللي هي تعمل اي قلق.